هاي انا رادو، انا فاشن ستايلست. النهارده بقى هنتكلم عن حاجه مختلفه تماما، تسريحات الشعر. تسريحات الشعر على حسب الخروج. ملابس السهر الرسميه، لو انا رايحه فرح كلنا بنحتار بقى انا هعمل ايه في شعري النهارده، وشكل الفستان. طبعا شكل الفستان طبعا بيفرق جدا ان عامل ايه في تسريحه الشعر. مش كل تسريحات الشعر بتليق على كل الفساتين، يعني انا مثلا لو لابسه فستان، الفستان ده ظهره مفتوح. ظهره مفتوح يعني انا لازم ارفع شعري عشان اظهر جمال الفستان. طبعا لو انا مثلا هلبس فستان صيفي او فستان بسيط، لو فستان بسيط هعمل شعري عادي ويفي. لو انا مثلا هلبس فستان بسيط ولو انا نازله الصبح او نازله بالليل عادي، ممكن اعمل شعري يا اما ليس يا اما ويفي. ومن ضمن فساتين الصيف اني ارفع شعري كحكه لفوق. لو انا هلبس فستان مثلا وان شولدر، ممكن اجيب شعري كله على الجنب اللي فيه المتغطي، ما اجيبوش على الجنب الباين. ولو مثلا الفستان بلياقه او مقفول، ارفع شعري ديل حصان مرفوع بشكل انيق جدا، او ممكن اعمله بخصله واحده. تسريحات الشعر بتاعت الشغل او انت رايحه الشغل بتاعك، وتفضلي انك او شغل ملزمك انك بتلبسي حاجات فيها ورد مثلا، بتلبسي حاجات فيها زهري، ممكن انك تعملي الشعر يكون هادي جدا، ما يكونش انا نازله الصبح، يعني ما اعملش حاجه تكون اوفر قوي على الصبح. في كتير مننا بيفضل هو رايح الشغل يعمل الكحكه لتحت. اعملي كحكه لتحت، اعملي ضفيره فرنسيه اللي هي الضفاير، ممكن ضفيره واحده على حسب انت حابه انك تنزلي بشكلك ايه الصبح. لو انت مثلا من الناس اللي هي مثلا بتبقى المظهر كلاسيكي وانك بتلبسي كعب او بتلبسي حاجه كلاسيكيه جدا زي البليزر والحاجات دي، انت ممكن تعملي ديل حصان بشعرك، يعني خصله شعرك نفسها تعملي بيها ديل حصان، او تعملي كحكه مشدوده. ملابس الرياضه مفضله جدا بالنسبه لنا، وبنحب ننزل بيها في كل وقت، وبنحب نروح الجيم. واحنا رايحين الجيم ببقى محتاره هعمل ايه في شعري، وبتحر جدا وببقى زهقانه ومش طايقه نفسي بسبب تسريحه شعري. انت ممكن تعملي يا اما ديل حصان، يا اما ضفيره، يا اما كحكه. وممكن تجيبي شريط او اي حاجه صغيره مثلا، او سكارف صغيره جدا ممكن تربطيها على ديل الحصان. في الاخر هيطلع شكل التسريحه نفسها على الاوتفيت بتاع الرياضه، او فانت في التمرين مش هيكون شكلك مبهدل، لا عادي انت ممكن تعمليه بشكل حلو جدا. الملابس اليوميه اللي هي السمارت كاجوال، الملابس اليوميه اللي هي السمارت كاجوال دي، لو انا مثلا لابسه بنطلون جينز او لابسه مثلا حذاء بكعب عالي، ممكن اعمل عليه تسريحات بسيطه جدا ويكون شعري نفسه واخد حريته. ممكن اعمله ويفي، ممكن اعمله كيرلي، ممكن اعمله ليس. خلي شعري يتنفس في اليوم ده، خليه براحته جدا وما يكونش هو كمان مضايق. في الشتاء الموضوع بيبقى مختلف تماما. في الشتاء انا لو مثلا لابسه هاينك ممكن ادخل شعري من جوه، ممكن المه، بس شعري في الشتاء الموضوع بيبقى مختلف، انا ما ببقاش حرانه زي الصيف. في الصيف الموضوع بقى انا فعلا ببقى مش طايقه شعري، دايما عايزه المه لفوق، وطبعا الكحكه نفسها بتصدعني. بس اعمليه بتسريحات مختلفه، مش لازم تبقي ولا شديها قوي ولا تخليها خفيفه جدا، انت على حسب الخروجه اللي انت خارجاها. بس انت لو في العادي خارجه عادي، خلي شعرك براحته. النهارده كده اتكلمنا عن تسريحات الشعر. تسريحات الشعر برده من الحاجات الاساسيه اللي المفروض ان كلنا بنعملها، وكلنا بنبقى محتارين في اي خروجه واحنا خارجين. واشوفكم على خير، باي باي.